وصلت لأول سنة الحمد لله بدون تدخين. وصلت آلاف القصص لقصة آخر سيجارة ليكم. الفترة اللي جاية هنتواصل معاكم ونعرض تجاربكم. النهاردة أنا هشارككم تجربتي وقصة آخر سيجارة ليا. كانت من سنة سبتمبر 2022، كنت بلعب ماتش كورة ولقيت نفسي راح، مش قادر أكمل ومش قادر ألعب. ساعتها قررت ان انا اتوقف عن التدخين. اكيد كل شخص هيكون ليه سبب مختلف عشان يتوقف عن التدخين، لا قدر الله، ممكن بسبب مشاكل طبيه او بسبب غلاء الاسعار او اسباب تانية. والفكره في الحمله دي ان كل واحد بيحكي تجربته. بالنسبه لي هي تجربه القضاء على العاده وبناء شخصيه جديده. اولا هي عاده للاسف بنربطها بالاكل او بالقهوه او بمواقف كتير. ازاي تبتدي تكون شخصيه جديده ما فيهاش الشخص المدخن؟ بالنسبه لي انا قدرت اعمل كده بالتركيز على الرياضه والاهتمام بالصحه. يعني كل ما تضعف وتحس انك محتاج تعمل عاده التدخين، لازم وقتها تشوف الجانب الاخر اللي بنيته، الغير مدخن الرياضي اللي بيصحى من النوم وصدره نظيف. ونصيحه، اتفرج على الفيديوهات اللي بتشرح ايه اللي بيحصل لجسمك لما تتوقف عن التدخين، وافضل كل شويه قارن هل هتضحي بالشخص الصحي ولا السيجاره اللي مع القهوه هتكسبك. وعن تجربه، التفكير في عاده التدخين مش هتاخد غير اسابيع قليله، مش هتفكر تاني فيها، وهتكسب شخص جديد قوي وعنده اراده. ابعتوا لنا في التعليقات قصه اخر سيجاره ليكم.